ينضم إلينا من رفح جنوبية قطاع غزة الصحفي غازي العلول. غازي، تطورات متسارعة مع احتدام حدث المعارك والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس، نرصد معك جديد التطورات الميدانية. نعم ميشيل، على ما يبدو بأن الجيش الإسرائيلي الذي اعتقد أنه شارف على إكمال عمليته في شمال القطاع ومدينة غزة يصطدم الليلة الماضية واليوم كذلك بقوة عناصر حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى الذين لا زالوا يواصلون عملية التصدي للتوغل الملحوظ في ثلاثة من المحاور الرئيسية، مخيم جباليا، كذلك حي الشجاعية، وأيضا مدينة خان يونس. عمليا يمكن فهم بأن الأسلحة المستخدمة من قبل الفصائل الفلسطينية هي بسيطة للغاية ولكن ذات جدوى بالنظر إلى استطاعتها قتل عدد من الجنود الإسرائيليين، خاصة فيما يتعلق بالتكتيكات وكمائن ومصائد الموت كما تسميها الفصائل الفلسطينية. وهذا الأمر الذي يقلق الإسرائيليين كثيرا، خاصة وأنهم يلوحون بفكرة القضاء على حماس منذ بداية هذه الحرب، وحتى هذه اللحظة لا زالت الرشقات الصاروخية تخرج من شمال القطاع، وأيضا لا زال عناصر الفصائل الفلسطينية يتواجدون وبكثافة في هذه المناطق. هذا الأمر بالتأكيد يدلل على أن المرحلة الثانية من العملية العسكرية البرية في جنوب القطاع بالتحديد في خان يونس سيكون لها نفس المصير، وهو الفشل فيما يتعلق بالقضاء على عناصر حماس. هذا الأمر بات واضحا من خلال المعارك الضارية والاشتباكات المستمرة بين الطرفين، ولكن يمكن الفهم بأن إسرائيل ستلجأ إلى الأسلوب المتبع كما كان في شمال القطاع ومدينة غزة، وهو سياسة الأرض المحروقة من خلال تدمير مباني سكنية فوق رؤوس ساكنيها، وهو الأمر الملاحظ منذ بدء هذه المرحلة الثانية. مدينة خان يونس لم يتوقف فيها القصف المدفعي وكذلك من الطائرات الحربية وكذلك طائرات الكواد كابتر التي هاجمت مراكز الإيواء في أكثر من مرة خلال اليوم وكذلك بالأمس وقتلت طفلة وكذلك سيدة بالرصاص، وهذه طائرات انتحارية وتطلق الرصاص من على مستويات ومديات قريبة جدا من الأرض. بالتالي الاشتباكات ضارية ومستمرة بين الطرفين في وقت تبدو الحالة الإنسانية هنا صعبة للغاية للفلسطينيين مع هذا المنخفض الجوي الذي نشهده وكمية الأمطار التي تهطلت على قطاع غزة، خاصة في مناطق مراكز الإيواء بالتحديد منطقة المواصي، وهو الأمر الذي يشتكي منه الفلسطينيون بشكل كبير. شكرا غازي العلول الصحفي من منطقة رفح، شكرا.